ورفعنا لك ذكرك. من أصحاب رسول الله رجال عشرة، خير الناس بعد الرسل كرام بررة، صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة، بشراهم بالجنة سبقت، يا للبشرى يا للبشرى. أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكرة، أبو بكر أول من آمن، الصديق رفيق الهجرة، كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره، أنفق أعتق لم يتردد، يرجو الله فعظ ماجرة. والثاني عمر الفاروق، يخشاه الشيطان ويكره، كان رقيق القلب قويا، نزل الوحي يوافق فكرا، فتح الأمصار بإيمان، حكم فعدل وترك الأثر. كان الإسلام غريبا حتى أعز الدين بعمر. ذو النورين الثالث وهو عثمان ذو جيش الأسرى، كان حيا كان رفيقا، يحيي الليل ويكثر ذكرى، بايع عنه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة، جمع القرآن وأرسله للأمصار بأيدي سفرة. هو الرابع وأقربهم رحما، ابن العم وزوج الزهرة، باب العلم عليه كان ولي رسول الله وظهرا، كان كهارون إلى موسى، يحفظ سره يشدد أزرا، أحب الله محب علي وابنيه الحسنين الخيرة. من أصحاب رسول الله رجال عشرة، خير الناس بعد الرسل كرام بررة، صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة، بشراهم بالجنة سبقت، يا للبشرى يا للبشرى. طلحة في أحد لا يخشى أبدا ما يفعله الكفرة، صدق الله العهد وأنفق مالا لا يحصى من كثرة، وحواري رسول الله الزبير سريع الكرة، يعدل ألفا بين الناس لا يحمل حقدا أو غدرة. سعد خال رسول الله جاهد للإسلام ونصره، كان مجاب الدعوة أبدا وتقيا لا يطلب شهرة. وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ذي الفطرة، خاض حروبا خاض فتوحا وشجاعته رفعت ذكره. والزاهد عبد الرحمن ابن العوف وسيد زهرة، تاجر صدق ينفق كرما، أما رسول الله وبره. عامر وهو أبو عبيدة لم تستطع الدنيا أسره، فتح الشام أمين الأمة، عرف الناس جميعا قدره. من أصحاب رسول الله رجال عشرة، خير الناس بعد الرسل كرام بررة، أبو بكر عمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد، طلحة والزبير وعامر وابن العوف تمام العشرة. اشترك في القناة بالضغط على الدائرة اللي في النص، وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.